جديد على قناتي وازاي استقليت بنفسي عن اهلي في ظل مجتمع شرقي وازاي بدات اسافر لوحدي وليه اخترت مدينه دهب بالذات عشان تكون اول مكان استقل فيه بنفسي. للاول مره يتابعني انا شيماء وبنزل فيديوهين كل اسبوع، واحد يوم الاثنين كلام بنات وواحد يوم الجمعه عن الترافل واللايف ستايل بتاعي. فما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة حالا وتعملوا لي لايك، ولو عندكم اي اسئلة عن الفيديو ده او الفيديوهات السابقة اكتبوا لي في الكومنت وانا هرد عليكم. فيديو النهاردة هيكون ازاي البنات تقدر تستقل بنفسها. انا كشيماء انا مقتنعة جدا ان البنت لازم تبدأ تستقل بنفسها من سن 25 في ظل المجتمع الشرقي. طبعا لو انت عايشة في اي بلد اوروبية او بلد غربية الظروف هتسمح لك ان انت تبداي تسافري وتنطلقي للحياه وتعتمدي على نفسك من قبل كده، كمان ممكن 17 18 سنه. بس بظل المجتمع الشرقي انا دايما بشجع البنات ان هم يبداوا يستقلوا بنفسهم ماديا وحتى عن اهلهم في سن 25 سنه. يمكن انا بدات الاستقلال بنفسي في سن متاخر شويه، في سن 28، وده لان الفكره جات لي وانا عندي 25 سنه كنت قاعده عايشه مع اهلي. بصراحه ما كنتش مبسوطه خالص، بداوا يدوني كلام من تحت لتحت، شيماء انت ليه دكتوره وما اتخطبتيش، انت ليه ما حدش بيتقدم لك، انت بقيتي 25 سنه كل اصحابك اتخطبوا وانت لا. فده كان كلام محبط جدا بالنسبه لي، غير عوامل تانية في البيت ما كانتش مريحاني. فبدات ان انا افكر ازاي ابدا استقل بنفسي. فالموضوع فكره الاستقلال دي اخذت مني 3 سنين عشان ابدا استعد استقل بنفسي، وفعلا بدات استقل بنفسي في سن 28 سنه. طبعا انا بشجع البنات بالاستقلال بنفسهم لو هم فعلا موجودين في عايشين في بيئه او وسط او مكان مش منتميين ليه. مش معنى كده ان انت تشذي عن القاعده او ان انت انا كانت ميولي شويه للسفر والانفتاح للحياه ويبقى عندي اصحاب واروح واجي. انا الظروف اللي انا كنت فيها ما كانتش سامحه لي بالسفر، ما كانتش سامحه لي ان انا اطلع حتى رحلات. انا قعدت لغايه سنه 5 كليه حتى ما كانش مسموح لي ان انا اطلع برحلات، فكنت حاسه ان انا فعلا حرفيا محبوسه في السجن. فاي بنت عايشه في الظروف دي انا بشجعها جدا ان هي تبدا تستقل بنفسها، بس ما تاخدش الخطوه بشكل سريع، لازم تبدا تعمل بريباريشن واستعداد كتير جدا للموضوع. طبعا اول حاجه لازم تعملها ان انت تستقلي ماديا، لازم يكون معاكي فلوسك ان انت تقدري تستقلي بنفسك. طبعا انت مش هتقدري تستقلي لو انت معكيش فلوس. خطوه الاستقلال بالنفس طبعا هتحتاج زي ما قلنا استعداد، هتحتاجي ان انت تشتغلي كتير كتير جدا 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 على نفسك، هتحوشي على قد ما تقدري فلوس، لان طبعا وانس ان انت تطلعي من بيت اهلك هم مش هيدعموكي ماديا. وانا طبعا بشجع البنت من قبل كده من اول ما تبدا تشتغل ان هي تعتمد على نفسها وتبقى مستقله عن اهلها ماديا. مش معنى كده ان الاهل هيبقوا زعلانين منك ومخاصمينك، انا مش بتكلم عن الاستقلال بالشكل الوحش، انا بتكلم عن الاستقلال اللي انت تبني نفسك وتبقي شخصيه ناجحه. اول حاجه عشان تبداي تستقلي بنفسك ان انت لازم تاهلي اهلك للفكره. انت مش هتقولي لهم انا راح استقل عشان انا مش مرتاح معاكم في البيت، او ان انا مش مبسوطه، او ان انا عايزه اسافر، او ان انا اي حاجه من دي. لا، انت الاول هتبداي طبعا تشتغلي كتير جدا، تحوشي فلوس، بعد كده هتجيلك فرصه ان انت تشتغلي في مكان جديد بعيد عن المكان اللي اهلك موجودين فيه. لو انت من بلد اكس لازم تروحي بلد جديده، فده اعتقد ان الاهل بينبسطوا بالفكره دي ان بنتهم عصاميه مجتهده هتسافر لمكان جديد عشان تتعلم او عشان تشتغل وتقدر تحوش فلوس وتصرف على نفسها. انا هتكلم عن الاستقلال بصفه عامه وعن مدينه دهب بصفه خاصه، لان انا بقارن التجربه بتجربتي، التجربه عامه بقارنها بالتجربه اللي حصل لي او اللي انا عملته، وهي كانت من احلى التجارب في حياتي بصراحه. بجد الاستقلال ده من احلى الخطوات اللي انا اخدتها، لاني بتحسي ان الحياه حلوه، الحياه مفتوحه، تقدري تعملي اكتيفيتي، تقدري تسافري، تقدري تعتمدي على نفسك، ودي في حد نفسها هدف كبير جدا. ففيديو النهارده هتكلم امتى اخدت القرار وازاي استعدت له وازاي اهلت نفسي ماديا وحياتي بعد القرار ده كانت حلوه ولا وحشه، وازاي وليه اخترت مدينه دهب بالذات. اول حاجه هتكلم ازاي وامتى اخدت القرار. اخدت القرار لما كنت عايشه مع اهلي في سن 25، كنت سنجل، بداوا يوجهوا لي كلام. انا شخصيه حساسه جدا، بس انا ابان ان انا شخصيه قويه، بس انا للاسف حساسه جدا. فشيماء انت ما اتخطبتيش، انت ما اتجوزتيش، اصحابك اتجوزوا وخلفوا، وانا كان عندي 25 سنه.
فاخدت قرار في الوقت ده وانا كان عندي 25 سنه، لما حسيت ان انا فعلا موجوده في مكان مش مرتاحه، انا حابه ان انا اسافر واطلع. المجتمع اللي انا كنت عايشه فيه كان منغلق جدا عليا، بيأيدني فعلا بمعنى الكلمه، فقلت لا انا لازم اسافر او لازم استقل بنفسي في مكان لوحدي. ازاي استعديت ماديا؟ طبعا في بعد التخرج بتشتغلي شغلانه بسيطه جدا، ما بتكونيش بتكسبي فلوس كتير، بس انا كنت بعرف احوش كتير، كنت بعرف احوش كل السالري اللي انا باخده، ما كنتش بصرف، ما كنتش بروح اعمل شوبينج، ما كنتش بروح اقعد في المولز، ما كنتش بروح، فكنت بحوش اي فلوس. قعدت 3 سنين على ما قدرت اتحرك او استقل بنفسي، ودي مدة طويلة شوية، بس سن 25 طبعا كمجتمع شرقي يعتبر مناسب جدا، مع ان انا برجح من قبل كده لو تقدري فعلا تعملي كده. على ما وصلت سن 25 كنت بعرف احوش فلوس، كنت بعرف فعلا، كنت بعمل بيزنس حاجات صغيرة كده، وكنت بعرف اكسب منها فلوس حلوة، وكنت بحوش على قد ما اقدر فعلا. كنت يعني مش عايزة اقول ان انا كنت حارمة نفسي، بس كنت ممتنعة عن حاجات كتير جدا البنات اللي في سني كانوا بيعملوها، زي الشوبينج ويروحوا المولات ويعملوا شوبينج ويجيبوا براندات ويروحوا يقعدوا على الكافيهات والريستوران ويطلبوا جانك فود، وكل يوم الكوفي الفلانية في المكان الفلاني، ويصرفوا فلوس كتير جدا على الحاجات دي كلها. فانا في سن 28 قدرت ان انا فعلا يكون الدخل الشهري بتاعي يكون عالي، فقدرت احوش فلوس، فقدرت ان انا ابدا امهد لاهلي ازاي فكره ان انا هضطر ان انا محتاجه اروح مكان جديد عشان اشتغل في المكان ده وظيفه تؤهلني لمنصب اعلى واكبر. حياتي بعد الاستقلال اقدر اقول لكم ان انا ابتديت اعيش حياتي صح بعد ما استقليت بنفسي. يمكن 28 سنة 28 سنة دول انا مش بحبهم ومش عايزة افتكرهم. حياتي فعلا بدأت صح من بعد سن 28 سنة. انا انسانة بحب الحياة، بحب السفر، بحب يكون ليا الكارير بتاعي، بحب اكون ناجحة، بحب اكون عايشة حياة صحية، والمكان اللي انا كنت عايشة فيه مع اهلي كان منافي تماما لكل الحاجات اللي انا بحبها دي. ممكن في ناس كتير هتنتقدني على الكلام ده، بس دي الحقيقة، ومش كلنا بنبقى مبسوطين في بيت اهلنا، ودي حاجة طبيعية جدا. مش معنى كده ان انا اهلي وحشين، انا اهلي كانوا سبورتيف جدا لغاية ما بقيت انسانة يعني انسانة متعلمة، خلصت الجامعة، صرفوا عليا لغاية ما اتخرجت من الجامعة، وهم مشكورين بكده. ولما بدأت اخد قرار الاستقلال طبعا كانوا في هجوم كبير جدا جدا ضد الموضوع ده، واخواتي قعدوا كتير مخصميني، مش حابين يتكلموا معايا، بس انا كنت قوية وكنت قد قراري، ولغاية دلوقتي ناجحة، ولما شافوني بطلع مش بنزل هم فخورين بيا، ولغاية دلوقتي مامتي تقول لي احنا فخورين بيكي. فكانت دي الجايزة الكبيرة اللي تعبت لغاية ما نلت في الاخر، ان لو انتي حابة تستقلي لو لازم تكوني انسانة قوية، لازم تكوني انسانة بتعرف تكسب فلوس، انسانة بتعرف تشتغل على نفسها، انسانة ما تعرفش تضيع في ظروف وحشة. لان للاسف في بنات كتير لما بيبداوا يستقلوا بيستقلوا بالشكل الغلط. فاحنا مش هنتكلم عن الشكل الغلط، انا بتكلم على حاجه انا عملتها لنفسي. انا كنت عايزه استقل عشان ابقى انسان احلى. اخترت دهب بالذات لان دهب طبعا في سن 28 لو كنت تابعت الفيديوهات اللي قبل كده كان في الفتره دي شويه زي ما قلت كنت ناجحه فاينانشال، كنت مادياتي كانت كويسه جدا، كنت بحقق نفسي، كنت بنجح، كنت بكبر، بس كنت حاسه ان انا وحيده، ان انا بعمل كل حاجه لوحدي. فاخترت مدينه دهب اول حاجه عشان انا كنت مرهقه جدا، طبعا الشغل الكتير يا جماعه بيرهق جدا، حياه المدينه بتتعب نفسيا جدا، فلازم من كل فتره والتانية دايما بشجع اللي حواليا ان هم لازم يروحوا المنطقه طبيعيه جنب البحر، جنب الانهار، جنب الشلالات من فتره للتانية. اخترت مدينه دهب بالذات عشان تكون جنب الطبيعه، اعيش وسط الطبيعه وتعمل ريليف لكل الضغط والتوتر اللي انا عشته فتره ما كنت بشتغل كتير عشان احوش على قد ما اقدر. فقلت خلاص الطبيب النفسي بتاعي هيكون الطبيعه، فاخترت مدينه دهب لان فيها بحر، فيها اكتيفيتيز، الووتر اكتيفيتي تقدروا تعملوا كايت سيرفينج، ويند سيرفينج، دايفينج، سكوبا دايفينج، تروحوا تعملوا سنوركلينج، حتى شويه عوم وبلبطه في المايه دي كان مناسب جدا.
تاني حاجه الكوميونتي في دهب كان بالنسبه لي حاجه جديده، لكن زي حاجه كده بستكشف مكان جديد، لان دهب معروف ان فيها جنسيات اجانب وفيها مصريين كتير، فكنت حابه اتواجد في بيئه فيها مختلف الجنسيات عشان ابدا اتعرف على جنسيات تانية واعرف اختلاف المنتاليتي والكالتشر هنا وهنا، فخلي عقلي دايما في حاله تشوق ان انا اكتشف حاجات جديده. مش معنى كده ان الحياه كانت زي سكينه في الزبده في دهب، لا طبعا. الحياه بصفه عامه عباره، كان حد قالها لي نصيحه، الحياه عباره عن مشاكل وانتوا بتحلوها، يعني كل ما انتوا ماشيين كده حاولوا ان انتوا تستمتعوا برحلتكم في الحياه على قد ما تقدروا، بس طول كل فتره والتانيه هتقابلكم مشكله وانتوا بتحلوها، زي البونبون كده، يعني افتكروا عقد اللولي، واللولي ده عباره عن بونبون، كل بونبون دي مشكله وانتوا بتفتحوها عشان تحلوها، افتحوا اللي بعدها عشان تحلوها وهكذا. بس اهم حاجه لازم تكونوا بتستمتعوا بالرحله بتاعتكم، ويكون عندكم هدف ان انتوا ماشيين على طريق معين عشان توصلوا للهدف ده. فبكده الحياه هتكون ممتعه بالنسبه لكم وشيقه، ومش هتحسوا بملل، ومش هتحسوا بالاكتئاب، لان ده كان من احد الفترات اللي مريت بيها، فكانت حاجه شنيعه جدا. فالحياه لازم دايما تبقوا فوكسنج على هدف كبير عشان دايما تبقوا متشوقين للحياه. وزي ما قلت، مش معنى كده ان الحياه كانت ستريس فري في دهب. انا عشت في دهب تقريبا سنه. اول ما وصلت دهب اجرت بيت، البيت ده كان مكون من كذا اوضه، فكان يعني مثل البيت ده ان هو كان ليه مدخلين، مدخل خاص ومدخل للجنينه. فاللي يعرفني انا دكتوره بيطريه، فاخدت الجنينه باوضه بالجنينه، عملت العياده بتاعتي في مدينه دهب، وبدات اشتغل شغل خاص بيا. طبعا مش اي حد هيوصل دهب هيقدر يبقى معاه الماديات ان هو يقدر يفتح شغل خاص بيه، او ان هو يأجر بيت ب 6000 جنيه او 7000 جنيه. مش كل البنات هتبقى يعني معاها الماديات دي، بس انا حابه اقول لكم على حاجه، ان انا اول ما وصلت دهب انا كنت راحة شويه ان هو خلاص انا هاخد شهر استرخاء. فعلا انا لما باخد اجازه بطول، يعني بقعد كتير جدا، يعني انا بحب السلو ليفنج خالص، يعني بحب ابقى ماشيه كده، لان كان نمط حياتي كله سريع وكله ستريس، واجري واروح هنا وعشان الحق شغلانه من شغلانه. فقررت ان خلاص لا، انا عايزه اعيش سلو ليفنج، استمتع بكل حاجه بالشكل البطيء. فاول ما وصلت مدينه دهب قعدت شهر، قلت خلاص الشهر ده انا هكرسه للاستجمام، وان انا اروح اقعد على البلاج، اروح اعمل شويه سنوركلينج، اتكلم مع اصحابي، اروح اكل اكله حلوه صحيه في مكان جديد وهكذا. وفي الغالب كنت انا اللي بطبخ، يعني ما كنتش بروح اطلع اكل بره، لان بصراحه الاكل في دهب ما كانش بيعجبني بتاتا، وكان دايما بيبقى فيه مشاكل الاكل يعني، وتلبك معوي وحاجات، فكنت دايما بتفادى ده ان انا باكل في البيت. بس كان من وقت للاخر كانت حاجه نادره يعني ان انا اطلع اكل بره، حاجات بسيطه يعني، ومصادر يعني اماكن انا خلاص عارفه ان هي بتبقى كويسه. فخلاص كنت اول فتره دي كنت بستجم، بستمتع بحياتي، صدفه الظروف وسبحان الله، يعني التدابير دي من عند ربنا. ان كان في حمله اسمها تي ان ار، شغل خاص بالطب البيطري، جروب بيجي يعمل حملات عمليات للقطط والكلاب، فقلت اروح انضم لزمايلي مره مرتين كده، هما بيقعدوا بتاع 4 5 ايام ويسافروا تاني، هما بيجوا من القاهره، اشوف الدنيا ماشيه ازاي. ووقت الوقت ده اتعرفت على صاحبة الجروب، اللي هو كانت واحدة أجنبية عاملة جمعية خيرية لمساعدة الكلاب والقطط. اتعرفت عليا، قالت لي انت مين وبتعملي ايه؟ قلت لها انا دكتورة بيطرية، انا جاية اقعد هنا في دهب استجم شوية. قالت لي انت مرتبطة بشغل بعيدة، مرتبطة بأي حاجة؟ قلت لها مش مرتبطة، انا وقتي اوبن، ما انا بفكر ان انا اعمل البيزنس الخاص بيا. فوقتها قالت لي اوكي حلو جدا. هي كان عندها بيت كبير جدا، بيت كبير جدا، وعندها قطط كتير جدا. قالت لي ايه رايك تيجي تقعدي في البيت مكاني وتاخدي بالك من قطتي، بما ان انت دكتوره بيطريه، وتيجي تاخدي بالك من قطتي، لان انا هضطر اسافر عشان بنتي في انجلترا هتولد، فانا لازم اروح اقعد معاها بتاع شهرين ثلاثه او اربعه خمسه.
فصراحه هي سحبت لغايه 8 شهور يعني، فقعدت في بيتها 8 شهور قاعده في بيتها. هي اللي كانت بتدفع كل المصاريف الخاصه بالبيت، فواتير، كهرباء، نت، اي حاجه اي حاجه. انا بس كنت بجيب اكلي وشربي، كنت باخد بالي من قططها، باكل قططها، بلس لو في اي شغل لقططها كنت بتشارج عليها، كنت بدفعها فلوس، فكان ده مصدر دخل ليا. يعني انا ما كنتش باخد بالي من القطط وخلاص، انا كان ليا ريسبونسبيلتي معينه كنت بعملها، بس اي حاجه فوق الريسبونسبيلتي دي كنت بخليها تدفع فلوس على الفيز بتاعتي كدكتوره بيطريه. فبدات احوش فلوس والناس بدات تعرفني بده، فبقى يجيلي شغل خاص، ان زيارات منزليه، فبدات لان الدهب فيه كوميونتي كلاب وقطط كبير جدا. فسبحان الله، انا ما كانش في بالي خالص او ما كنتش مخططه بالشكل ده بالذات. فبدات اتعرف في دهب، وبدات ان انا اعمل شغل خاص بيا. فكان عندي كده يعني من الشغل البيطري مصدرين دخل، سواء من المكان اللي انا قاعده فيه او من الحالات الخاصه اللي بتجيلي. حقيقه كانت من اجمل الفترات اللي عشتها في بيتها، لان كان بيتها جميل جدا، فيه كل حاجه اي حد يعني كان اقدر اقول. بيتها كان 5 ستار، كان فيه كوفي ماشين، كان فيه توستر، كان فيه اوفن، كان فيه مايكرويف، كان فيه كل حاجه تتخيلوها في مطبخ حديث، لان انا بحب اطبخ، كان موجود عندها، وكان عندها اكتر ما اتمنى كمان. فكنت انا بحضر كل وجباتي الصحيه بنفسي، فكنت عامله برنامج لنفسي كده ماشيه عليه. فلما تستقلي بنفسك، مش معنى كده ان انت تعيشي حياتك هاب هازارد كده راحه جايه بدون معنى، بدون هدف. لازم يكون عندك هدف، ولازم يكون عندك خطه. انا دايما عندي كراسه يا جماعه بكتب فيها التاسك بتاعت اليوم، وات اي هاف تو دو افري داي، المفروض اعمل ايه كل يوم. اصحى الصبح بدري، اشرب البلاك كوفي بتاعتي، او اشرب، انا اول ما بصحى بشرب ميه سخنه بليمون، لان فيتامين سي مهم جدا جدا. بعد كده بروح الجيم، اقعد في الجيم بتاع ساعه ساعه ونص. بعد كده ارجع اكل قططها، او بصفه عامه يعني ده روتيني بصفه عامه، يعني ممكن تشوفي جزء القطط ده فيما بعد. لغايه دلوقتي انا على نفس الروتين ما عدا جزء القطط، اروح اكل قططها، لان القطط كانت بتاكل مرتين في اليوم، واعمل تشيك كده سريع عليهم، ابص عليهم لو في اي حاجه. تي بعد ما اكل قططها ابدا بقى اكل نفسي، اطبخ لنفسي فطار صحي كده. وكمان وانا بطبخ الفطار بحضر الوجبات بتاعت بقيه وجبات اليوم، يعني لو في حاجه على العشاء هعملها، بعمل لها دي فروستنج، بتبل، بحضر كل حاجه، بحيث ان يكون يعني استفيد باليوم على قد ما اقدر، واستفيد بكل دقيقه. فعلا ما كنتش بضيع ولا دقيقه من يومي. يجي ميعاد الفطار، افطر، بعد كده لو عندي حالات خاصه، شغل خاص، بخلصها، ارجع البيت، يعني اشتغل الشغل بتاعي الاونلاين من وقت للتاني. ميزه الشغل الاونلاين ان انت يعني هو فليكسبل، تعمله في اي وقت، مش من الساعه كذا للساعه كذا، فكان ده برضو يعتبر مصدر دخل ليا. بشتغل على السوشيال ميديا بتاعتي، ساعات ما يبقاش عندي حالات، اقعد استجم في البيت كده، اقعد في التكييف اتفرج على موفي، او ابدا احضر للعشاء بتاعي. والصراحه لما بدات اقعد في دهب، اكتشفت ان مش يعني ما كانش عندي اصحاب كتير جدا، لان انا كنت مشغوله بنفسي، فما كانش عندي وقت ان انا اقضيه مع اصحاب. كان ليا مثلا 2-3 اصحاب كده في دهب، وبقيت الناس ما حسيتش ان انا اقدر اخدهم كاصحاب ليا، ما حبيتهمش، حسيتهم غير اخلاقي، غير طباعي، غير عاداتي. مش معنى ان انا استقليت ان انا تخليت عن عاداتي، ان انا تخليت عن اخلاقي، ان انا تخليت عن اي حاجه متقيمة بيها، بس انا كنت دايما في طريق لوحدي. دايما زي ما بقول لكم، لا تتبعوا القطيع، ما تروحوش مكان تتبعوا الحاجة الدارجة هناك، ان انتوا تروحوا تسهروا وتشربوا وي 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 وي. لا، لازم يكون ليكي طريقك، لازم يكون ليكي لونك، تمام، وتحترمي وتمشي عليه، ويكون زي هفضل اقولها مليون مرة، لازم يكون ليكي هدف وماشي عليه. النصايح اللي عايزة انصحها بعد الاستقلال، زي ما قلت، لازم يكون ليكي عندك خطة، لازم يكون ليكي عندك هدف. مش اي حد يقابلك في الطريق او في يعني في حياتك صاحبيه، او ان هو يكون صاحبك. لازم تعملي سيركلز كده في حياتك، ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة، اختيار الاصحاب. لازم يكون عندك 3 زون. اول يعني اكبر زون حد يبقى تعرفيه هاي باي وخلاص،
تعرفيه في شغل، تعرفيه في سلام، تعرفيه مثلا اتقابلت في المكان الفلاني اتكلمنا شويه، دي سيركل اوسع سيركل. سيركل قريبه شويه، حد يعرفك يعني، يعرف انت مين، يعرف سنك، يعرف انت بتعملي ايه، ودي برضو ما يكونش عارف كل حاجه عن حياتك، بيعرفك يعني في نطاق العادي، تمام. ودي برضو مهمه، لان هو بشكل ما الاشخاص دي بتعمل لك دعايه سواء لشغلي، خاصه لو انا كنت دكتوره بيطريه، فاصحابي في الزون دي عملوا لي دعايه حلوه، ان لو في اي حد يعني تقريبا في دهب ما فيش اي حد عنده بيتس، مش بيت واع، لا عنده بيتس كتير، فكانوا بيعملوا لي دعايه كتير جدا. جربوا الدكتوره اللي جت دهب ريسنتلي حديثا، ودي كانت حاجه حلوه في نطاق الشغل. اخر زون اللي هي الزون المقربه ليكي جدا، الاصحاب الكلوز، ان ممكن تقضي معاهم وقت اطول وقت انت يعني متاح عندك تقدري تقضيه معاهم، وبرده مش بقول ان هم يبقوا كلوز ليكي قوي، ان هم يعرفوا كل حاجه شخصيه بالنسبه لك. انا ممكن اصحابي اللي هم يعني اصحابي الكلوز اللي انا بعتبرهم اخواتي، في حاجات كتير جدا ما يعرفوهاش عني عن حياتي. مش معنى ان انا على السوشيال ميديا ان انتوا تعرفوا كل حاجه عني، انا بعرفكم اللي انا عايزه اعرفكم لاسباب ما تخصني او اسباب تفيد شغلي. ف حلقه بقى الفيري كلوز فريند ده يكون امك، ده يكون زوجك، ده يكون اخوكي، صديقه كلوز فيري كلوز قوي، يعني ما يطلعش بره النطاق ده. فلازم تختاري الاصحاب. زي ما قلت دهب كان بالنسبة لي مجتمع مفتوح جدا، فكنت فعلا ما عرفتش اندمج فيه، بس انا كنت راحة لاسباب تانية، كنت راحة عشان ابقى جنب الطبيعة واعيش في الطبيعة وانبسط واستمتع بالجمال الرباني في الطبيعة. فاختيار الاصحاب وان انت تبعدي عن ناس كتيرة جدا في حياتك، دي حاجة ساعدتني كتير جدا، لان الاصحاب ممكن يكونوا اعداء، ممكن يستغلوا قوتك ويقلبوها ضدك، ممكن يضيعوا وقتك، وانت وقتك غالي، انت مش وقتك ان انت تروحي تقضيه، هتلاقي كل شويه حد تعالي نروح ناكل في المكان الفلاني، تروح تعالي ناكل بيتزا، تعالي نروح نشرب، لا انت مش عايزه ده كله، انت عايزه تبقي انسانه ناجحه، ودي كانت سبب الاستقلال، ان انت عايزه تستقلي عشان تبقي انسانه ناجحه وتنبسطي بحياتك، تمام. فبدهب انا استفدت منها ان انا اشتغلت كويس جدا، عملت فلوس اكتر، بدات اعمل ووتر اكتيفيتي، سنوركلينج وسكوبا دايفنج، وقعدت استمتع بالميه والطبيعه اللي انا كنت فعلا محرومه منها في حياه سيتي لايف ستايل. حاجه جميله جدا اكتسبتها في الاستقلال برضو، ان انا بدات اعيش بالهيلثي لايف ستايل، يعني بدات اعمل عادات صحيه انا كنتش عارفة صراحة اواظب عليها في بيت اهلي. انا دلوقتي انا اللي بطبخ اكلي، انا اللي بعمل اكل صحي، انا اللي بروح اشتري المكونات الاكل من السوق، تمام. بختار المكونات، كلنا عارفين في بيت اهلنا اول ما بتقولي لمامتك ان انا هعمل دايت، تاني يوم تلاقي حلة المحشي والبكرولة البشاميل نزلت قدام على الترابيزة قدامك. لا، لما بتيجي مستقلة وعايشة لنفسك لوحدك، لما بتبداي تاخدي قرارات فعلا بتعرفي تنفذيها، وما بتلاقيش العوامل التانية اللي بتثبطك او بتحبطك. فاول حاجة استفدتها في الاستقلال ان انا فعلا كنت بقدر اخد قرارات واقدر انفذها، بدأت اعيش حياة صحية، دي تاني حاجة، بدأت اعيش حياة صحية بالروتين بدماغي، محدش بيحط لي حاجات كده طوب في نص البروسيس عشان يوقف لي الخطه بتاعتي. فعلا انسجمت واستمتعت بالطبيعه بعيد عن البشر، لان دهب ما كانتش برده زي ما احنا متخيلين ستريس فري، كان في ستريس وكان معظمه بيجي من الناس اللي حوالين اللي حواليكي. فعشان كده انا تفاديت الموضوع ده، ان انا ما كانش لي اصحاب في دهب، ما عملتش اصحاب في دهب. يمكن اصحابي كنت اعرفهم اوريدي من قبل ما اروح دهب، شخص او اتنين اتعرفت عليه في دهب، بس هما برضو مش كلوز فريند، هما في دايره الفريند زون. عملت اكتيفيتي كتير، حاجات جديده، سيرفنج، عملت سنوركلينج، عملت سكوبا دايفنج، عملت طلوع جبل، هايكنج،
فالدهب بيئه حلوه جدا ان انت زي ما قلنا بتبقي جنب الطبيعه. فانا واخده دهب كاكزامبل. انت ممكن تقدري تشوفي اي مكان قريب منك whatever wherever you are يعني wherever في اي مكان في العالم. يعني انت شوفي انت منين، من بلد اكس مثلا، شوفي اقرب مكان موجوده فيه جنب، اقرب مكان ليكي جنب الطبيعه وروحي له وابداي عيشي باللايف ستايل ده. يعني انت تصحي الصبح تاكلي اكل هيلثي، تروحي تلعبي رياضه، تشتغلي الشغل بتاعك، تقري، تثقفي نفسك، تمشي على الخطه اللي انت حطاها لنفسك. واهم حاجه، اهم حاجه في الاستقلال don't get lost، ما تضيعيش، ما تضيعيش في الاستقلال. الاستقلال مش معنى ان انت تروحي تشربي او تسهري او 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 لا، الاستقلال ان انت لازم تكوني انسانه قد حالك، انسانه عندك هدف، انسانه عايزه تحققي نفسك، انسانه عايزه تبقي ناجحه. ودي دايما بنصحها للبنات، ما تطلعوش من عاداتكم وتقاليدكم، ما تطلعوش من، مش كل العادات والتقاليد طبعا انتوا احنا خدناها او عشناها في حياتنا صح، في حاجات هتتخلي عنها لان هي مش مناسباكي. بس مش معنى كده ان انت تفلتي او ان انت تشذي في القاعده، لا، لازم يكون ليكي طريقه وطريقك الخاص بيكي بطعم ولون اللي انت مختاراه. وبصفه عامه، نرجع بصفه عامه فكره الاستقلال في مكان الفلاني اكس، مش لازم دهب بصفه عامه. انا قلت ليه انا بتكلم عن دهب لان دي كانت تجربتي. بس انت لو انت حابه يا بنوته تستقلي بنفسك، في مكان اول حاجه لازم تشتغلي كويس جدا، لازم يكون عندك خبره في مجال معين دي شاطره فيه، لازم بتكوني بتعرفي تطلعي فلوس وتكسبي فلوس، ولازم يكون عندك كذا مصدر دخل. وده اتكلمت عنه في اول حلقه في جيرل ستوك، هحط لكم الرابط دلوقتي هنا تتفرجوا عليه بعد ما يخلص الفيديو ده. لازم يكون عندك خطه، ولازم يكون عندك الطريق بتاعك، ولازم ما تتبعيش القطيع، ولازم يكون ليكي طريقك الخاص بتاعك انت. ما تصاحبيش اي حد، ما تتعرفيش على اي حد، ما تثقيش في اي حد. لازم تكوني انتي صاحبة نفسك اولا. وخلال رحلتك في الحياة ربنا طبعا هيكرمك كتير جدا لو على حسب اخلاقك. واحلى كان كرم ربنا كرمهولي ان انا اتعرفت على ادي زوجي في دهب. انا كنت شغالة دكتورة بيطرية عادي وهو كان كلاينت عندي، فتعرفنا على بعض. لو حابين ان انا اتكلم في الموضوع ده والتفاصيل اكتر اكتبولي في الكومنتات واعمل لكم حلقة عليه. رابع حاجة استفدتها من الاستقلال بنفسي ان انا تواجدت في اماكن انا بحبها. مش معنى كده ان انا اتولدت في مكان معين مع اهل معين في مجتمع معين في شارع معين في مدينه معينه في كانتري معينه ان انا افضل فيها عايشه طول حياتي. انا بلف العالم دلوقتي انا وزوجي، انا موجوده في مكان جديد في جزيره، نفيد نفسي بنفسي زي سعد زغلول على جزيره كده وسط الطبيعه. اللي عايز يعرف هيتابع الانستجرام بتاعي وهيعرف انا فين، ونشوف صورنا انا وزوجي واحنا بنستمتع بالجمال الرباني اللي حوالينا ده وحارمين نفسنا بيه في الحياه، لان احنا عايشين كتير في حياه المدينه. فحبينا نكافئ نفسنا بعد شغل سنين كتيره ان احنا نقعد في مكان طبيعي زي ده على جزيره. فطبعا ان انت تختاري مكان يناسبك مش معنى ان انت مختلفه عن افراد عيلتك او عن اخواتك، ليكي دماغ مختلف. لان دي برده كانت من الحاجات اللي اهلي كانوا بينتقدوني فيها، ان انت دايما مختلفه عننا، انت دايما مش شبهنا، انت دايما عايزه تهجي، انت دايما عايزه تسفي، انت دايما عايزه عايزه عايزه. احنا عايشين يعني زي ما بيقولوا ايه، مش عارفه البساط، يعني مدي رجليك على قد لحافك. لا، انا مش لازم امدي رجلي على قد لحافي، انا اجيب لحاف جديد واضم القديم والجديد واعمل لحاف اوسع عشان اكبر عشان اقدر امدي رجلي براحتي. يعني محدش يعمل لي فرام، حتى لو كان اهلكم، لان للاسف ساعات الاهل في مواضيع معينه بيكونوا بيضروا. فمش لازم تتبعي الاولد منتاليتي، العقليه القديمه. هما كانوا عايشين زمن غير الزمن اللي انت فيه. يمكن كمان اخواتي كانوا ما كانوش مساعديني، لان احنا كان الفرق ما بيننا في الاعمار 15 سنه و16 سنه، انا اخواتي اكبر مني بكتير جدا. فانا جيت في زمن تاني مختلف عنهم تماما، فكانت افكاري تماما مختلفه عنهم. لو حابين برضو اعمل لكم حلقه عن المواضيع دي اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وانا يعني هجمع الاسئله او هجمع الكومنتات وهختار بالترتيب كده ايه الحلقات اللي الايام الجايه.
فطبعا انت اللي بتعملي اختيارك في المكان اللي انت حابه تعيشي فيه. انا حبيت الطبيعه، انت ممكن تختاري مكان تاني سيتي برضو مدينه، بس تكون يعني حديثه شويه، مش المكان اللي انت تواجدتي فيه. انت حابه تعيشي في تركيا مثلا، حابه تعيشي في انجلترا مثلا، حابه تعيشي في هولندا، حابه تعيشي في السيتي، ده اختيارك وده قرارك. لازم نتقبل الفروقات، حتى لو احنا زي ما قلت احنا اخوات، اختي ممكن عايزه تعيش في السيتي لايف ستايل، انا عايزه اعيش في الكانتري او الرورال لايف ستايل، اختي عايزه الاربن، انا عايزه هي عايزه الحياه الحديثه، انا عايزه الحياه البطيئه اللي جنب الطبيعه. فمش معنى كده ان احنا في حد صح وفي حد غلط، لا احنا الاثنين صح، بس احنا اختلافاتنا مختلفه ولازم نحترم الاختلافات دي يا بنات. فالطبيعه بالنسبه لي كانت حاجه انا محتاجاها في هذا الوقت، انا 35 سنه كنت فعلا شده بدات ابدا اعيش في الطبيعه. من قبل كده عشت في دهب، بعد كده بدات اسافر، ودلوقتي في مكان جديد زي ما قلت لكم. انا حاسه ان انا حابه اكتر الطبيعه، ولما بنزل اي مدينه سيتي لايف ستايل بحس ان انا فعلا مشتته وتعبانه ودماغي الكلاكسات والصداع والناس كتير، انا يعني ما بقتش احب اتواجد في مكان فيه ناس كتير، بحب اتواجد في مكان كده جزيره عليها ناس معينه، مفيش كلام مفيش لك كتير. فالطبيعه بالنسبه لي كانت حاجه اساسيه ان انا اعيش فيها. فانا عامله معسكري هنا دلوقتي جنب الطبيعه، وكنت عملت حلقه اللي فاتت اتكلمت على العوده للطبيعه، وتعلمت الموضوع ده من دكتور كريم علي، هعمل لكم اللينك الرابط فوق تتفرجوا عليه. فدي كانت من اهم المميزات الاستقلال. اخر نقطه حابه اتكلم عنها، وان انا لما استقليت بنفسي لقيت نفسي اختياراتي، اخترت كل حاجه بنفسي، محدش بيختار لي اكلي، انا اللي بختار اكلي، محدش بيختار لي الانجريدينت بتاعت الاكل، انا اللي بروح اشتريها وبعملها، محدش بيختار لي الفيو بتاعي، انا اللي بختاره، محدش بيختار لي تروحي فين وتيجي منين والساعه كذا تبقي في البيت، انا اللي بختار. تمام، بس ده كله في فريم محترم، فريم مقنن، انا مقننه شايفاه ان هو ده الصح، مش هنفلت ونطلع بره الدايره الصح، صح صح معروف. تمام، نجحت، ودي كانت من احلى الحاجات اللي حققتها لنفسي، ان انا حاسه ان انا ليدي بوس، ان انا حققت نفسي ان انا انسانه ناجحه. يمكن كان المفروض اعمل الحلقه دي من زمان جدا، من وقت ما كنت في دهب، بس كنت وقتها فعلا انا كنت مشغوله بنفسي، فكانت الاولويه نفسي، كنت موجوده في مكان جديد، بحقق نفسي، بحقق ذاتي، ببني العياده بتاعتي. يعني بعد ما انتقلت من بيت الست الاجنبيه، انا بدات يعني جبت بيتي الخاص وعملت عيادتي الخاصه، وكان عندي الشغل الخاص بتاعتي وحياتي الخاصه، فكنت وقتها مشغوله ببناء الامبراطوريه بتاعتي. فبدات اعمل فيديوهات السوشيال ميديا او اليوتيوب سوري، لما بدات فعلا حاسه ان انا انسانه ناجحه، وان انا حابه اساعد البنات اللي عاشوا في نفس الظروف بتاعتي، او معظم البنات في مصر بالذات او في الوطن العربي عايشين ظروف شويه بتحددهم بتقننهم بتحطهم في سيركل في اطار معين او في ريم معين المفروض ما يطلعوش بره عنه، وانا شايفه ان ده مش صح خالص، لان زي ما قلنا في اختلافات ما بين شخص للتاني ولازم نحترم الاختلافات دي. فانا عشان كده بدات اعمل الفيديوهات دي عشان اساعدكم، لان اي انسان ناجح بيحب ياخد اول ما يوصل ويستقر ويحس بنجاحه بيحب ياخد الناس اللي واقعه او الناس اللي محتاجه زقه، فانا حابه اساعدكم وحابه اتكلم عن تجربتي عشان تبقى يعني اقول لكم ان مش كله مستحيل، مش كل حاجه مستحيل، مفيش حاجه اساسا مستحيله. انتي تقدري تحققي نفسك، انتي تقدري تحققي ذاتك، بس لازم يكون عندك اراده وقوه، ولازم تبقي عندك التزام كوميتمنت باهدافك، مش تتخلي عنها او من اول قرصه او من اول خبطه باي باي، لا لازم تكوني واثقه من نفسك جدا، لازم تكوني عارفه انت عايزه ايه، لازم تكوني قد قراراتك وتحققيها وتمشي على الخطط بتاعتك. ففيديو دهب ده الحقيقه كان المفروض انزله من زمان جدا، بس زي ما قلت انا كانت الاولويه وقتها لنفسي، لانه كنت ببني الامبراطوريه بتاعتي، ولما خلاص حسيت ان انا وصلت واستقريت وبقيت انسانه ناجحه وبقى عندي دخلي الخاص وعندي كذا مصدر دخل،
عندي حياتي مع زوجي، عندي بدأت أحقق الأهداف بتاعتي، بسافر بتفسح بشتغل بنجح. فحبيت إن أنا أبدأ سلسلة فيديوهات كلام بنات، بنزلها كل يوم اثنين على قناتي في اليوتيوب، وكل يوم جمعة بنزل فيديوهات عن الترافل واللايف ستايل. فادعموني زي ما أنا بحاول أدعمكم، اللي أنتوا تعملوا لي اشتراك بالقناة ولايكات، ولو عندكم أي كومنت اكتبوها لي تحت، وتشيروا الفيديو ده لأصحابكم لو أنتوا حاسين إن هو فعلا مفيد وممكن يفيد أصحابكم التانيين. أشوفكم في حلقة جديدة، باي باي. Thank you.